بالتأكيد النهاردة الحلقة فيها تفاصيل كثيرة جدا وفيها أمور مهمة بالنسبة لألعاب الصالات وبالنسبة لجماهير النادي الأهلي بشكل خاص لهذه الألعاب في الفترة القادمة. عندنا أخبار متعلقة بكرة السلة وأيضا كمان كرة اليد، وفي مباراة مرتقبة إن شاء الله خلال 48 ساعة القادمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك ستقام على الصالة الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر، وأيضا أمور أخرى وأخبار كثيرة وعديدة بالنسبة للمرحلة القادمة. لكن شيء مهم جدا، أبدأ الأخبار بخبر إعلان الاتحاد المصري لكرة السلة بخصوص موعد مباراة القمة بدوري مرتبط رجال السلة إن شاء الله اللي تحدد طرفها بعد خسارة النادي الأهلي بالأمس أمام نادي الجزيرة في مباراة السيمي فاينال. تحدد خلاص بشكل رسمي ميعاد مباراة المركز الثالث والرابع في بطولة دوري المرتبط. الأهلي هيلعب مع الزمالك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. الماتشين دول بإذن الله هيتلعبوا يوم 1 و2 ديسمبر القادم. المباراة الأولى يوم 1 ديسمبر سواء للفريق الأول أو فريق المرتبط، وفي مباريات أخرى في اليوم التالي يوم 2 ديسمبر أيضا كمان للفريق الأول وفريق المرتبط. نادي الأهلي كان خسر من الجزيرة في اللحظات الأخيرة في مباراة الفريق الأول، ونفس الأمر تمام الزمالك خسر من فريق الاتحاد السكندري، وبالتالي المباراة النهائية هتكون مباراة نادي الاتحاد ونادي الجزيرة. مهم جدا واحنا بنبدأ الموسم وبطولة مهمة زي بطولة الدوري المرتبط، اوكي حصل خسارة، مهم جدا ان احنا نركز في المرحلة الجاية نشوف الإيجابيات بالنسبة للمرحلة الجاية. لو في سلبيات ظهرت في مباراة السيمي فاينال أمام نادي الجزيرة إزاي نتغاضى عن هذه السلبيات ونستفيد منها بالنسبة للمرحلة الجاية، لأن لسه عندنا ارتباطات، لسه عندنا الدوري، لسه عندنا دوري السوبر، لسه عندنا الكاس، لسه عندنا منافسات أقوى وأهم. حتى جمهور النادي الأهلي خلال المرحلة الأخيرة لما كان بيساند ويدعم الفريق عقب مباراة نادي الزمالك والأداء المتميز للاعبي فريق كرة السلة رجال على صالة الأمير عبد الله الفيصل، الكل كان سعيد بالأداء وبالمستوى وبالشكل العام الفني والبدني والمهاري اللي ظهر به فريق رجال كرة السلة في النادي الأهلي. إذن الخطوات القادمة مهم جدا ان احنا نبني للمرحلة الجاية. خسارة بطولة ليست خسارة موسم، لكن المهم ان تستفيد بهذه الخسارة وتشوف السلبيات اللي كانت موجودة عندك عشان تقدر تعوض ده وتحافظ على شكلك الإيجابي اللي ظهرت فيه بداية الموسم واديت انطباع جيد لدى الجماهير ان الموسم السنة دي هيكون موسم استثنائي للعبة رجال سلة الأهلي ان شاء الله بالنسبة للمرحلة القادمة.